شابو، وهو عميد جامعة بوردو في فرنسا ومدير معهد العدالة الجنائية والعدل في فرنسا. نتمنى أن يحدثنا. Does he have translation? He doesn't have translation. Dr. Sampo, we would love if you can talk to us about the French model when it comes to higher education and research. نريد منك أن تتحدث عن النموذج الفرنسي في المجال البحثي. أنا فرنسي، والفرنسي عادة يتحدث اللغة الفرنسية، ولم أعرف أنه يتوجب علي أن أتحدث باللغة الإنجليزية، ولكن سأسعى جاهدا لإيصال المعنى. أنا رئيس جامعة بوردو، وجامعة بوردو في فرنسا تضم 55 ألف طالب وطالبة، وهناك أكثر من 5000 موظف وموظفة في جامعة بوردو، أيضا لدينا 130 دكتور يدرس في هذه الجامعة. إذن سأتحدث عن البرنامج الخاص والشراكة بين حكومة دولة قطر وجامعة بوردو. هذا البرنامج خاص ب هذا البرنامج خاص بتخرج الأساتذة شهادة الأستاذية، وهو مبني طبعا على البرامج البحثية والعلمية التي نتبعها في جامعة بوردو. وهذا طبعا البرنامج مفتوح لجميع الطلبة من جميع أنحاء العالم. هذا البرنامج أو برنامج الأستاذية مثل ما ترون في هذه الشريحة، لدينا مساعدة بيداغوجية خاصة لمدة 3 سنوات للطلبة القطريين الذين يلتحقون بجامعة بوردو. الطلبة القطريون يمكن أن يحصلوا المهارات اللازمة فيما يخص كتابة التقارير وكتابة الأبحاث، وهذا طبعا يعتمد على المهارات الخاصة بكل طالب. إذن هذه المساندة البيداغوجية تقدم من قبل الدكاترة خريجي أو حديثي التخرج من جامعة بوردو. أيضا هناك دروس خاصة موجهة للطلبة القطريين لكي نسهل عملية اندماجهم في تقبل المنهج الفرنسي. أيضا هناك برامج خاصة أو يمكن للطلبة القطريين أن يدرسوا القانون وعلوم الدين. أيضا هناك دروس خاصة باللغات الأجنبية. هذا يعني نحن تقابلنا مع دكتور ياسين الشاذلي المختص في قانون التسويق والتجارة. تحدثنا معه و اتفقنا على أن نعطي دروس باللغة العربية واللغة الفرنسية. هذه البرامج موجهة للطلبة القطريين مثل ما قلنا. كلل هذا البرنامج بالنجاح. بعد مضي 3 سنوات حصل الطلبة القطريون على نتائج جيدة، ويمكن مقارنتهم أيضا بالطلبة القطريين. 3 طلبة حصلوا على معدل قيمته 12 من واقع 20، وأتمنى أن يواصلوا التخصص. وهذه قائمة أسماء الطلبة الذين اجتازوا البرنامج في المرحلة الأولى، وسوف يواصلون تعليمهم، وأتمنى أن يواصلوا التعليم ويتخصصوا بطريقة أعمق فيما يخص الدراسات المعمقة أو شهادة الماجستير. مثل ما ترون هناك أيضا
لدينا شراكة بناءة مع اليونسكو، وهنا نحن نريد أن نهنئ السيد حسين شلبي والسيد علي زينل ونثني على المساعدة التي حصلنا عليهم. إذن غايتنا هو أن نواصل هذا البرنامج، وسوف نوقع اتفاق مع دولة قطر فيما يخص برامج الماجستير والدراسات المعمقة، ولذلك أنا متواجد هنا. شكرا جزيلا، هذه لمحة جامعة بوردو باقتضاب. دكتور مشعل شافي in the College of Medical Health Sciences, and please talk to us about the importance of external cooperation and since the genome exploration, a new world of research has... Yes. والمؤسسات الصحية على مستوى العالم للبحث في عالم جديد من طريقة التعامل مع الأمراض وطريقة التعامل مع هذه العيوب الجينية والتفاعل معها، فنتمنى أن تحدثينا عن ذلك في سياق الأبحاث التي قمت بها. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر دكتورة مريم والمنظمين على الدعوة، وشكرا لك دكتور ماجد بخصوص المقدمة. بداية، في أي فريق عمل عادة التنوع مطلوب، وأثبتت الكثير من الدراسات أن الفرق ذات التنوع من حيث خبرات الأفراد اللي فيها، سواء من خبراتهم أو جهاتهم التدريبية، عادة يؤدي إلى نتاج أفضل وأداء أفضل مقارنة بالفرق ذات التنوع المحدود. في إطار البحث العلمي، عادة التعاونات البحثية عادة تفتح لنا المجال لتشكيل، إحنا تفتح لنا المجال كباحثين وباحثات لتشكيل مثل هذا النوع من الأفرقة المتنوعة. طبعاً أفراد من مختلف الخبرات يتعاونون مع بعض ويشتغلون ضمن فريق معين لحل مشكلة معينة من جوانب مختلفة وبطرق مبتكرة وجديدة تكون نتاج للتفاعل بين مختلف أعضاء الفريق. فبحد ذاته مثل هالتعاون وتبادل الخبرات أكيد راح يكون إضافة بحد ذاتها لمخرجات البحث العلمي، واللي هو في البداية الهدف الرئيسي من إجراء مثل هذه التعاونات الدولية. بالنسبة مثل ما تطرق دكتور ماجد، بالنسبة لمجالي هو مجال العلوم الوراثية، ومن خلال تجربتي الشخصية وجدت أن للتعاونات الدولية فوائد إضافية نقدر نقول. فعلى سبيل المثال، في بعض من خلال تجربتي الشخصية وعند دراسات بعض الأمراض الوراثية اللي تكون عادة نادرة بحد ذاتها، فرصة التعاونات الخارجية تساعدنا كباحثين على زيادة عدد الحالات اللي نقوم بدراستها، ومع زيادة العدد عادة يضمن لنا نتائج أفضل وأبحاث من نوعية أفضل. بالإضافة لعدد الحالات اللي عادة نقدر ندرسها من خلال التعاونات الدولية، التعاونات الخارجية عادة تساعدنا كباحثين على، ومن خلال تعاوننا مع الجامعات الأخرى، على استخدام بيانات أو قاعدات بيانية مميزة وغنية في حد ذاتها، خاصة في مجال الجينات الوراثية مثل ما تطرقت أخ ماجد. فمن خلال تجربتي الشخصية على سبيل المثال مع جامعة كينغز كوليج بالمملكة المتحدة، قدرنا نستخدم قاعدة البيانات الغنية والمعروفة اللي فيها آلاف من المشاركين اللي هي التوينز يو كي، وقدرنا ومن خلال هذا البحث شفنا العديد من العوامل الوراثية اللي تساهم أو اللي لها علاقة بالسمنة في المجتمعات الأوروبية، وقارنا نفس النتائج بالنتائج اللي حصلنا عليها من عن طريق نفس الدراسة بالمجتمع القطري، وقدرنا صراحة نثري هذا البحث من خلال مقارنة النتائج بمختلف الديتا سيتس اللي كانت عندنا. طبعاً بهالطريقة وبحيث أن احنا قدرنا نقارن مشاريعنا أو النتائج البحثية اللي حصلنا عليها مع المثال الأوروبي أو الإنجليزي، قدرنا نجعل من البحث أشمل، يعني انتقلنا من الخصوصية أو خصوصية البحث لدولة قطر وجعلناه أشمل
ومتوسع منا وجعلنا نتائج أكثر وأشمل في هذا النطاق. ومش بس بالنسبة للنتيجة نفسها، كذلك يشمل هالشيء القراء اللي راح عادة يكونوا مهتمين مثل هذا النوع من البحوث راح يكون أكبر، وراح يؤدي إلى عدد اقتباسات أكبر لهذا البحث العلمي. فمن خلال هالتجربة الحمد لله كانت تجربة ناجحة، وقدرنا ننشر هالبحث في مجلة كلينيكال إبيجينيتكس العالمية، وبفضل تشجيع جامعة قطر وقسم البحوث إن شاء الله نستمر في المزيد من هذا النوع من الشراكات. من ناحية ثانية، الشراكات الدولية تساعدنا أحيانا في تقليل تكلفة البحث العلمي. إحنا في مجال الجينات الوراثية كثير من التقنيات اللي نستخدمها في البحوث عادة تكون عالية التكلفة، فمن خلال الشراكات الدولية عادة نقدر نوفر قيمة مثل هاي النوع من البحوث، بحيث ان احنا نقدر نجري مثل بعض التجارب التخصصية بدون الحاجة الفعلية لشراء مثل هاي الأجهزة اللي عادة تكون عالية التكلفة. فهاي من الأشياء اللي عادة تضفي وتثري نوع التجارب اللي احنا نقدر نقوم فيها ولكن بتكلفة أقل. أحد الفوائد اللي ممكن تعود علينا من ناحية المشاركات الخارجية هو قدرتنا أن تفتح لنا المجال أن احنا نبعث طلابنا وطالباتنا للتدريب في مثل هاي المؤسسات العالمية المرموقة، وأكيد هاي الشيء راح يثري تجربة الطالب وخاصة في المجال البحثي. ممكن ننتقل حق الضيف الأخير. شكراً. شكرا دكتورة. ان شاء الله تكون اون تايم. لا دونر. واخيرا وليس اخرا ننتقل لزميلة نورة رميحي، وهي طالبة سنة رابعة في كلية القانون. نورة لديها بحث متميز حقيقة حول فعالية استراتيجية التعاون الدولي في سياسة دولة قطر الخارجية، ونتمنى حقيقة ان تكلمنا عن ذلك، لان لا شك أن مجال البحث العلمي والمجال التعليم العالي بشكل عام هو من أهم أدوات القوة الناعمة القطرية. القيادة القطرية دائما ما كانت تقول أن دورها في العالم وأن الممارسة القطرية في العالم هي مبنية على مكافحة الجهل، مبنية على نشر التعليم، ومبنية على محاربة الظواهر السلبية السياسية والاقتصادية عالميا من خلال العمل على تطوير أدوات البحث العلمي وتطوير المؤسسات التعليمية. واحتفلت قطر مؤخرا بأن مبادرة قطرية علمت 10 ملايين طفل حول العالم. فالآن على مستوى التعاون الدولي، ما هي فاعلية ذلك فيما يتعلق بسياسة دولة قطر الخارجية؟ في ذلك تحدثنا نورة في 7 دقائق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الطالبة نورة الرميحي من جامعة قطر كلية القانون. بداية شكرا أستاذة مريم المعضيد على تنظيم هذا المنتدى الهام، شكرا الدكتور ماجد الأنصاري على إدارة هذه الجلسة. لإجابة الدكتور الفاضل ماجد الأنصاري على سؤاله بمدى فعالية استراتيجية التعاون الدولي في سياسة قطر الخارجية، أود أن أعرف التعاون الدولي بأنه العمل الجماعي المتبادل الذي تقوم به الدول فيما بينها في تبادل المعلومات والخبرات، أيضا بهدف تطوير حياة المجتمع الدولي نحو الأفضل من خلال إيجاد حلول لمشكلاته القائمة وتحسين أحواله الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يعزز كما نرى التعاون الدولي الاستقرار السياسي والاقتصادي ويعمل على توطيده محققا أهداف التنمية المستدامة. أيضا يسهل إمكانية الحصول على القروض والمساعدات الإنمائية بشروط ميسرة للدول المحتاجة، كما يساعد في التقارب بين شعوب العالم فيما بينها البعض وتعزيز مصالحها المشتركة، أيضا حل المنازعات بين دول العالم بالطرق السلمية. فمن الجانب المنظور الوطني نرى أن رؤية قطر 2030 بدأت مرحلتها الأولى بعام 2011 وانتهت بعام 2016، وأفرزت هذه المرحلة الأولى عن إنتاجات وإيجابيات في جميع المجالات، وتم تدشين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية في مارس 2018 وسوف تنتهي في عام 2022. تتضمن 8 قطاعات ومن ضمنها مجال التعاون الدولي لأول مرة تحت عنوان شراكات فاعلة من أجل التنمية، والتي تهدف إلى تحقيق تعاون دولي وشراكات فاعلة بين دول العالم.
كما نرى في الوقت الحالي أن دولة قطر تتميز بعلاقاتها المتطورة مع المجتمع الدولي، فطيلة 40 عاماً استطاعت دولة قطر تحقيق العديد من الإنجازات في أغلب المجالات، فجعل هذا من قطر دولة فاعلة في تحقيق السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى تمكين وتعزيز دورها الرائد في التنمية الدولية والشراكة الفاعلية فيها. فمنذ انطلاق هذا التعاون الدولي، ركزت دولة قطر في سياساتها على تفعيل مجال التعاون مع الدول الصديقة من خلال إبرام الاتفاقيات والمعاهدات مع سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، والانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية والعالمية. فهذا كله يأتي اتساقاً مع رؤية قطر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أثمر التعاون الدولي عن عدة إنتاجات إيجابية، حيث تكونت الدبلوماسية القطرية بشكل راقي في الساحة الدولية، حيث أنه من بداية 5 يونيو 2017 استمرت دولة قطر على نهجها الدبلوماسي المعروف، حيث كثفت وزارة الخارجية لقاءاتها مع قادة دول العالم، متمثلة بلقاءات صاحب سعادة وزير خارجية مع سعادة وزراء خارجية دولة قطر، أيضا باتصالات ولقاءات السفراء في دولة قطر مع الدول الصديقة، حيث سهلت هذه الاستراتيجية المدروسة في حماية دولة قطر من أضرار الحصار الغير قانوني الجائر عليها، وجعل منزلة دولة قطر رفيعة المستوى بما تتسمه بالهدوء والاحترام لأعراف التعاون الدولي والقانون الدولي والدبلوماسية في مثل هذه الأزمات، وذلك من خلال علاقة دولة قطر مع جيرانها وحلفائها وما تفرضه معاهدة فيينا عام 1961. سوف أختصر بعض الأمور التي أنتجت عنها هذه استراتيجية التعاون الدولية. بداية، تقديم المعونات والمساعدات للدول الإنمائية، حيث آخر الدراسات أوضحت أنه استفادت أكثر من 120 دولة في مختلف أنحاء العالم على المساعدات القطرية، وركزت هذه المساعدات في مجملها على قطاع التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة صلتك برأس مال 100 مليون دولار، وذلك للتصدي للأزمة المتفاقمة للبطالة بين جيل الشباب في العالم، وذلك من خلال توفير فرص العمل للشباب والنساء المحرومين في الوطن العربي. وحققت هذه الاستراتيجية نتائجها مع نهاية عام 2017، منها ربط أكثر من 600,000 مواطن عربي والتحاقه بالوظيفة، وحشد أكثر من 370 مليون دولار من خلال التمويل المشترك مع الشركاء. أيضا من إنتاجات الاستراتيجية إنشاء مؤسسة التعليم فوق الجميع بعام 2008، حيث وضعت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر نصب عينيها بتعليم 6 مليون طفل الذين يقعون في المناطق المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، وقررت أن تضع سموها هذا العدد الهائل، إلا أن الخبراء أخبروها أن هذا الأمر تعجيزي ومفرغ منه، حيث لا يمكن تعليم 6 مليون طفل، ولكن كما رأينا خلال الأيام القليلة أنه تم تحقيق هدفها المرجو، فاستطاعت صاحبة السمو تحقيق تعليم 10 مليون طفل، وجاء هذا النجاح من قبل الاستراتيجيات المدروسة. أيضا استضافت العديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية المعنية بالتجارة والتنمية والديمقراطيات الجديدة وتمويل التنمية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى. ويمكن الإشارة لأهم الفعاليات والمنتديات التي استضافتها دولة قطر، منها منتدى تحاور الأديان، منتدى تحالف الحضارات، ومنتدى مكافحة الجريمة والمخدرات. فبفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بوضع استراتيجية التعاون الدولي التي انتهت بحصيلة إيجابية هامة في حماية مكتسبات قطر التنموية، فإن استراتيجيات التعاون الدولي تولي اهتماماً ملحوظاً مع التحديات السياسية الموجودة والمتغيرات السياسية، وتعمل القيادة بشكل حار على فرض هذه الاستراتيجية لحماية مكتسباتها الدولية.
فلا يمكن بناء التنمية داخليا دون وضع سياسة استراتيجية تعاون دولي واضحة تتفق مع معايير مصالح دولة قطر سواء كانت وطنية أو إقليمية أو دولية. وشكرا لك دكتور. شكرا. شكرا لطالبتنا نور رميحي، والمنتدى كان دائما حريصا على وجود تمثيل طلابي في مثل هذه الجلسات، وكعادة طلابنا فهم لا يخيبون أمالنا في تميز طرحهم في جلسات هذا المنتدى. الآن أود في الحقيقة أن نعود إلى جولة ثانية من الأسئلة سريعا، ونتمنى من الدكتور ريمس حقيقة أن يحدثنا عن أهمية التعاون الدولي في الارتقاء بالبحث العلمي في الدول النامية والاقتصاديات الصاعدة. لا شك أن الاقتصاديات الكبرى على مستوى العالم تتوفر لديها بيئات بحثية غنية من الناحية المادية والمعنوية، ولكن الآن الاقتصادات الصاعدة أيضا بدأت تبرز بشكل كبير على المؤشرات العالمية فيما يتعلق بالبحث العلمي. فكيف يمكن أن يخدم التعاون بين هذه الاقتصاديات الصاعدة على مستوى البحث العلمي في الارتقاء بالبحث العلمي في هذه الدول؟ مستر رمس، شكرا جزيلا على هذا السؤال. هذا السؤال الذي فيه الكثير من التحدي، لا أعتقد وأن لدي الإجابة الأنسب والأصلح، ولكن بناء على خبرتي وبحكم عملي في وزارة التربية ووزارة التعليم الرومانية، ومن خلال حضوري لورشات العمل الدولية والعالمية حينما كنت وزيرا للتعليم في رومانيا، أنا حضرت الكثير من المنتديات، وفي كل مرة كنت أتعلم درسا جديدا من الدول التي تحضر هكذا ورشات. حينما كنت وزيرا كنت مسؤول على ميزانية قدره 6 ملايين يورو، 6 مليارات من اليوروات. إذن أعتقد وأن الميزانية المخصصة في دولة قطر هي أكثر من الميزانية المخصصة لنا. إذن لا نتحدث عن حجم الميزانية وكبر الميزانية، نحن نتحدث عن ميزانية التي تكون موجهة للاستثمار في المجال التعليمي. أنا أتحدث طبعا على بلدان إفريقية، ميزانية وزارة التعليم فيها تضاهي ميزانية المخصصة للجامعة التي كنت أعمل فيها. لو تحدثنا مثلا عن إيصال التعليم إلى المناطق البعيدة عن المناطق الحضرية، هذه مسألة مثلا تخص بعض الدول. إذن في كل الحالات أنت تجد الشريك الذي تستفيد منه، ولكل حادث حديث، حيث أن هذه الأسئلة يجب أن توضع في سياقها. أيضا أنا كنت مشرفا على العمل الاجتماعي، وكنت أؤكد على أهمية أن يتكشف الطالب والطالبة على الحياة اليومية. إذن سفراء رومانيا الأغلبية منهم درسوا في الجامعة التي أدرس فيها أنا في الوقت الراهن. أيضا أسسنا أيضا لشراكة بناءة مع بلدان جنوب أمريكا أو أمريكا الجنوبية، وبالتالي هكذا شراكة تفتح الأبواب للتجربة المثمرة في مجال العمل المجتمعي، لأن الجيل الصاعد هو من سيستلم شعلة التطور، وسيكون هو المحرك الأساسي والرئيسي للدول. Thank you, Dr. Remus. Of course, the partnership between the developing country and the يغيب أحيانا حتى عن كبرى المجتمعات البحثية في العالم. دكتور الحارث، لديكم تجربة متميزة في استراتيجية أبحاث السرطان، تحدثنا عنها قليلا، وكيف استفادت إيجابية من التعاون الدولي في مجال الأبحاث؟ I'd
I'd like to thank Dr. Majid Al-Ansari for أريد أن أشكر السيد ماجد الأنصاري. Arabic, which is very close to my heart. So, طبعا هو شجعني على الكلام باللغة العربية. أما بالنسبة للاستراتيجية as far as the strategy of research cancer is concerned, I would like to say that it does complement the vision of Qatar of 2030, and it is part, of course, of the vision put by the state of Qatar when it comes to medical research. So we are playing a very important role when it comes to the patients at the latest stages. So this medical research pertaining to patients at the latest stage, we have to opt for the latest technological development, and we have to prove the unknown, and we have to look for the best research methods. This means that the patients are part. فهذا شيء مهم. كذلك دراسات بينت أن الأبحاث السريرية الرعاية اللي تصل إلى المرضى أفضل من الرعاية التقليدية، لأن الباحثين واللي هم كثير منهم أطباء لابد أنهم يتقيدون بشروط البحث من ناحية متابعة المرضى، المواعيد في وقتها، كل الأشياء هذه، فهم يحصلون على رعاية أفضل لما يكونون مسجلين في الأبحاث السريرية. احنا من ناحية يعني كنا يعني محظوظين، ويعني الصراحة يعني في مجال السرطان ان هذا يعتبر من أولويات الأبحاث الوطنية، السرطان، السكر، وكذلك الأمراض الوراثية من الأشياء الأولوية. أنا بعد حبيت أعلق على يعني مجال بحثي مهم، كون دكتورة مريم بينت مشاركة المرأة، وإحنا هنا يعني مهتمين في صحة المرأة، ولا بد من تذكير نفسي والحضور إن البحث العلمي والدراسة الجامعية، أول جامعة تم تأسيسها جامعة القرويين في فاس في المغرب، وكانت من قبل دعم من فاطمة الفهري، فكانت امرأة وراء تأسيس أول جامعة في العالم، يعني تعطي الشهادات والأشياء هذه. فإحنا يعني دور المرأة يعني موجود. نذكر في ثقافتنا الأم مدرسة، أنا أقول الأم مدرسة، جامعة، وكل شيء في الحياة. فيعني دور المرأة مهم جدا في مجال البحث. ودائما الأخوات السابقين من ناحية أيام الدراسة، من ناحية التفوق، ولغاية الحين يعني لما أنا أدخل كلية العلوم الصحية أنا أحس أني اسمه غريب في الكلية. فندل على شيء يدل على اهتمام ومثابرة أخواتنا، ونشجع إخواننا إنهم يلحقون بهم من ناحية الأمور هذه. في النهاية أنا يعني كنت حاب أختم بالأبحاث السريرية. بعض الناس يعتقدون أنها تجارب على البشر، وأن إحنا قاعد نجرب أشياء، ولكن هي يتم في إطار أخلاقي صارم يعني يتبعونه الباحثين. أنا التشبيه أحب أستخدم التشبيه، ونرجع إلى لغتنا العربية اللي نعتز بها. أضرب مثال العقال، جذر الكلمة ترجع إلى عقل، العقل يعقلها فتوكل، اربط الشيء ربط عقل الشيء. فإحنا يعني نقول عقل الإنسان يربط إيش؟ عقل الإنسان، عقل الإنسان يربط شهواته فيكون متحضر ومدني بناء على عقله. كذلك يعني الإطار الأخلاقي مهم جدا للأبحاث السريرية بأساس. ما يتم يعني الموافقة على بحث سريري إلا يتم الموافقة عليه من لجنة الأخلاقيات البحث، حتى لو كان سعادة الوزير موافق
هذا ما يمشي، لابد تمر على لجنة أخلاقيات البحث، هي اللجنة الوحيدة اللي تعطي الموافقة. ممكن أي جهة أخرى توقف البحث لتحفظات، ولكن الجهة المصرحة لها لإعطاء الموافقة هي لجنة أخلاقيات البحث. فكذلك القوانين أعتقد مثل العقال، العقال هدفه أنه ربط الغترة أساس ما تطير مع الريح وش اسمه الواحد يضربها ضربة شمس. ولكن كذلك التعاون البحثي، القوانين هذه تختلف درجتها من بلد إلى بلد، فهذه من التحديات. فإحنا نبغي العقال يثبت الغترة، نبغي العقال يعني اسمه يعني والقوانين ما تكون صارمة وشديدة وردة فعل لأشياء حصلت بحيث أنها تسبب صداع للإنسان من ناحية إذا كان العقال ضيق، أو صداع للباحثين، فنشجعهم على أنهم يعني ينالون البحث بطريقة أخلاقية. فيعني أحيانا حتى يعني من ناحية القوانين، أنا يعني الجماعة موجودين كلهم، العقال مثل القوانين أحيانا يكون أداة تأديبية أيام طفولتنا. فيعني فكذلك القوانين في تأديب للناس اللي ينتهكون القوانين الأخلاقية في الأبحاث السريرية، وهذا مهم جدا لمراعاته في كل الأبحاث السريرية. شكرا مرة. شكرا دكتور، واضح أن واضح أن أفكارك وأمثلتك الجميلة عابرة للغات والثقافات. ننتقل للدكتورة مشاعل. الحقيقة دكتورة في مجالكم، وهو يعني كما قلتي في مداخلتك الأولى، هو مجال لا شك حساس وجديد وله أثر كبير جدا على طبيعة تعاملنا اليوم مع الحالة الإنسانية على المستوى الصحي على الأقل. ما هي المعوقات الأساسية التي تواجهنا في موضوع التعاون الدولي بالنسبة لهذا النوع من الأبحاث؟ احنا في قطر يمكن مجتمع صغير حجما، وكم الحالات اللي ممكن تعاملون معها وكم المختبرات اللي تعملون فيها وتتناقل النتائج فيما بينها محدود، فما هي المعوقات الأساسية التي تواجهونها في التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية بسبب هذا الأمر؟ شكرا دكتور ماجد على السؤال. في البداية مثل ما ذكرت في البداية أن التعاونات البحثية لها فوائد عديدة، ومن أحد المعوقات اللي أحيانا نواجهها هي ممكن البوليسيز أو القوانين اللي تحد من الداتا شيرينج، نقدر نقول خاصة في الأمور الجينية أو المتعلقة بال على سبيل المثال مثلا في مشروع قطر جينوم، احنا عندنا بيانات للمعلومات الوراثية الكاملة في السلسلة الوراثية لتقريبا 10,000 قطري. فاحنا كباحثين في قطر نقدر ان احنا نستخدم مثل هالنوع من البيانات. بس من ناحية الداتا شيرينج اكيد في تحفظات واكيد في قوانين تلزمنا بقدرتنا على ان نشارك مثل هالنوع من البيانات مع الاخرين. ومثل ما قال دكتور الحارث اكيد هاي يعني هالقوانين اكيد لها ما نبيها تكون جدا صارمه بحيث انها تقنن من قدرتنا على التعاونات الخارجيه، لكن في نفس الوقت هي الزاميه وضروريه للحفاظ على مثل هالنوع من البيانات الحساسه. في مجال الجينات الوراثيه بشكل عام دائما في تخوف من الناس او في تخوف من المجتمع القطري عن الامراض الوراثيه، نقدر نقول سوشيال ستيغما، في تخوف من شنو المرض الوراثي ودائما في تحفظ. فمن المعوقات اللي عاده احنا نواجهها في هاي المجال ويشمل مجال البحوث وكذلك مجال التشخيص والاستشارات الوراثيه، هو عدم تواجد عدد كافي من الاستشاريين الوراثيين في هذا الخصوص. فدورنا ودورنا كجامعة قطر الحمد لله وقدرنا أن احنا نأسس برنامج الاستشارات الوراثية يهدف إلى تطوير الخدمات اللي نقدمها للناس اللي عندهم مثل هالنوع من الأمراض، وكذلك البحوث القائمة على والمرتبطة بالأبحاث الوراثية. فالحمد لله برنامج الاستشارات الوراثية سيرى النور قريبا بإذن الله تعالى في سبتمبر القادم،
من وفي هاي الإطار أود أشكر دكتور حسن الدرهام ودكتورة أسماء الثاني ودكتورة مريم على كل الجهود اللي قاموا فيها لإنشاء مثل هاي النوع من البرنامج، وأنا متأكدة أنه راح يكون إضافة نوعية بإذن الله تعالى على المستوى التشخيصي والطبي وكذلك على مستوى البحوث بإذن الله تعالى. شكرا دكتورة. أخيرا نورة لو ممكن تكلمينا شوي، يعني جامعة قطر جامعة متنوعة بشكل كبير جدا، أساتذة جامعة قطر يأتون من مختلف الجامعات على مستوى العالم، وربما تكون نسبة التنوع في جامعة قطر من النسب العالية جدا عالميا. كطالبة في جامعة قطر كيف استفدتي من حالة التنوع هذه في الجامعة والعلاقات مع الجامعات الخارجية والزيارات المتبادلة في تجربتك الأكاديمية؟ بداية مركز البحوث بجامعة قطر مبنى الدراسات العليا للبحوث له علاقة مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، شاركت في هذا الصندوق لسنتين على التوالي، أول مرحلة فزنا فيها أما ثاني مرة لم يحالفنا الحظ، ولكن استفدت من هذه التجربة بتبادل خبراتنا مع طلاب المدينة التعليمية حيث كان البحث متعلق حول التشريعات القطرية ومدى استفادة ذوي الإعاقة منها. أيضا استفدنا من المراكز البحثية بجامعة قطر مع تعاونها مع مؤسسة واحة العلوم بالمدينة التعليمية حيث شكلت هذه الاستراتيجية تعاون مثمر للطلاب. بالنسبة لكلية القانون هناك ما يعرف بالتريد لاب، شاركت مع الدكتور طلال العمادي والدكتور جون في بحث وتم نشر هذا البحث عالميا من قبل هذا المركز التريد لاب. أعجبتني فكرة تعاون جامعة قطر مع المراكز العالمية الأخرى، فهي تشجع على التعاون المثمر بين الطلاب وطلاب الجامعات العالمية. أيضا تقديم التقنيات المهنية فهي ساعدتني في تحديد ورسم الطريق المستقبلي، فكل الشكر يعود للقائمين على هذا العمل. شكرا نورة. الآن حقيقة بودنا أن نفتح الباب للمشاركات من الجمهور، فإذا كان هناك أي مشاركات أساسية نبدأ ربما بالدكتور حسن إذا كان. هنا عن تجربة يمكن الأستاذ دكتور ريموس والدكتور أيضا جون. مرحبا دكتور، حياك تفضل. هذه تأثر أو تعزز التعاون بين الجامعات وبين الطلبة لتكون مخرجات الطلبة أو نوعية الطلبة أكثر عمقا وفهما للتحديات اللي تحيطهم حاليا وفي المستقبل. شكرا دكتور. طبعا نرحب بسعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر، والذي طبعا سيشاركنا اليوم في هذه الجلسة، لذلك هذا مؤشرنا أظن لأن نختم جلستنا لهذا اليوم. كل الشكر والتقدير للمشاركين جميعا، حقيقة كانت جلسة مثمرة ونتمنى أن يبنى عليها بشكل أساسي. دكتور في سؤال آخر؟ إجابة على سؤال دكتور حسن. حد يحب يجاوب على السؤال قبل ما؟ Thank you for your question. As we discussed, هذا السؤال كما ناقشنا أمس، لقد استفدنا من الأطر العملية أو أطر العمل الموجودة، ويمكن أن نوقعها أي وقت، ليس فقط بالنسبة للطلبة ولكن أيضا بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس أو ربما للفرق المساندة في الجامعة. الأداة الثانية أعتقد أنها تعتمد على مواردنا الخاصة، ونحن جاهزون لتوقيع أي اتفاقية دون أن ننتظر أي دعم من الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، ونشجع على تبادل الطلبة بين الجامعتين. يمكن أن نغطي الكثير من التكلفة، لدينا الإسكان ولدينا الخدمات التي يمكن أن نقدمها لدى للطلبة، ولكن ما هو مهم لنا هو التعاون الثنائي المشترك وتبادل الثقافات، وليس فقط هذا. يمكن لطلبتنا فقط السفر إليكم، ولكن أيضا
يمكن لطلبتكم أن يسافروا أو يحضروا إلى جامعتنا، ويمكن أن يكون طلبتكم مصدر للمعلومات بالنسبة لطلبتنا في الجامعة، وسوف ندخل في التفاصيل في أي وقت تشاؤون. دكتور حارث. لم أفهم السؤال. لدينا اتفاقية مع السوبر كونسي، ولكن ليس لدينا اتفاقية مع جامعة قطر. لا، لذلك من الأهمية أن يكون بيننا اتفاقية من حيث انتقال أعضاء التدريس والطلبة وتنسيق أو عقد الورش والندوات المشتركة، وهذا سوف يكون مفيدا لجامعة قطر وجامعة بوردو. دكتور الحارث، مختصر إن شاء الله. أنا ضربت مثال لحديقة الأطفال والألعاب كمثال للبيئة البحثية والبيئة التعليمية. من كشخص استفاد من الابتعاث الخارجي عن طريق وزارة التربية والتعليم لدراسة الطب وكذلك دراسات تخصصات ما بعد الطب، يعني أنا استفدت كثير وكثير من زملائي استفادوا من كسب العلم وتطبيقه هنا. فيعني هذا أعتقد حتم علينا التعاون. ولما ضربت مثال يعني إن الاكتشاف في الحديقة، الباحث والباحث وكذلك المتعلم إذا نظر للحديقة الكبيرة اللي هي العالم ممكن يكتشف أشياء كثيرة خارج الوطن. ولكن كذلك لابد من يعني أود أشكر الجامعة وكل المعنيين بالتعليم في قطر لإتاحة الفرصة للدراسات العليا للمجموعة من الطلاب، لا تسمح لهم يعني فرص أنهم يسافرون برا. فهذا مهم جدا لتأسيس العلم والأبحاث في قطر. شكرا دكتور. الدكتورة عندك. بالنسبة للدراسات العليا مثل ما قالت دكتورة مريم، الحين احنا عندنا نخبة أو مجموعة كبيرة من الدراسات، برامج الدراسات العليا أعتقد 50 برنامج للدراسات العليا. ومثل ما قال دكتور الحارث راح يشكل إضافة نوعية، راح نقدر ندرب طلابنا على البحث العلمي من خلال هالبرامج اللي هو برامج الدراسات العليا. حديثا عندنا في كلية العلوم الصحية وكلية الصيدلة وكلية الطب استحدثنا برنامج دكتوراه للراغبين في أنهم يكملون في هذا المجال. فأعتقد إن شاء الله راح يكون إضافة، خاصة أن مثل ما قال الدكتور كثير من الطلاب ممكن ما تتاح لهم الفرصة أنهم يسافرون ويكملون دراساتهم العليا في الخارج. شكرا دكتورة. طيب أبلغوني للتو أن عندنا 10 دقائق أخرى لأسئلة من الجمهور، إذا كان هناك أي أسئلة أخرى. في عندنا سؤال هنا، ممكن حد يودي المايك بس يا أخوان، إحنا اليوم خدمات عندنا شوي كل مانيول. شكرا جزيلا. السلام عليكم. يعطيكم العافية على المداخلات الرائعة. أنا عندي تعليق. أنا أؤيد جدا التعاملات مع الجامعات الدولية وإصدار أبحاث ذات نوعية، لكن بنفس الوقت لازم جدا ندعم البحث المحلي بجامعة قطر، لأنه إذا نشرت كل الأبحاث بمجلات عالمية وعليها أسماء جامعات أخرى سوف ينظر إلى الموضوع أنه بسبب الجامعات الأخرى نشر هذا البحث. لكن الإمكانيات موجودة وطاقم التدريس مؤهل وعندنا طلبة، بدنا capacity building نساعدهم. لذلك لازم نركز على أهمية إنتاج بحث محلي بالهيئة التدريس الموجودة مع الطلبة المحليين ونرقى فيه للمجلات العالية. وهذا بيعطي الانطباع الحقيقي إنه هاي جامعة حاضنة بتدعم البحث العلمي بأصوله. ما نركز فقط على التعاونات الخارجية اللي أنا بشجعها، أنا مش ضدها، لكن مهم جدا إعطاء الصبغة إنه جامعة قطر بتقدر تنتج مستوى عالي من الأبحاث. شكرا. احنا
دكتور حسن. شكرا دكتور ماجد، شكرا للجميع. سؤالي يعني بيكون لسعادة الوزير بما أنه موجود، فنستقل وجوده بيننا. إذا ممكن يعطينا سعادة الوزير فكرة عن مسألة البحث العلمي، وهل هناك بالفعل أن هذه المسألة مهمة للوزارة ابتداء من المراحل التعليمية الأولى إلى طبعا الوصول للجامعة اللي هي تحتضن مثل هذه طبعا المخرجات، بحيث أن نكون إن شاء الله في المستقبل باحثين متميزين. شكرا دكتور. سعادة الوزير تحب. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييكم وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة. الحقيقة يعني الكلمة يمكن تتعرض لهذا الجانب، يعني دور الدولة بمختلف مؤسساتها في دعم البحث العلمي. حقيقة يعني كثير من الدول لها وزارة خاصة بالبحث العلمي، ومنهم وزارات للابتكار. يعني احنا حاليا يمكن ما في كيان حكومي يحتضن البحث العلمي غير صندوق اعتقد رعاية البحث العلمي، هو بمثابة الوزارة المعنية او الجهة او المؤسسة المعنية بالعناية بالبحث العلمي. لكن لا شك يعني هو في قلب العملية التعليمية بكل مراحلها، خاصة احنا في يعني نعرف ان الجامعات هي جامعات مستقلة ولها مجالس امناء، وهذه فمن خلال السياسات البحثية لا زالت يعني مش مركزية على مستوى الدولة، لكن من خلال مؤسسات التعليم العالي. واحنا في مراحل التعليم العام نهتم بشكل خاص يعني بالبحوث لدى ابنائنا الطلاب من البداية، يعني من المراحل الابتدائية والمراحل التي تليها. في كثير من المسابقات نعملها في داخل الدولة، ومعرض الأبحاث والمسابقات اللي نشارك فيها مع جامعة قطر في البحث العلمي والمشاريع، وبالإضافة إلى المسابقات الدولية أيضا. والحمد لله بدينا يعني في السنوات الأخيرة نحصد جوائز وميداليات كثيرة في مسابقات، سواء العلوم، الرياضيات، الروبوت، أشياء كثيرة. فهذه كلها تعلم وتجهز النشأ على الاهتمام بالبحث العلمي من الصغر. وأيضا سياستنا التعليمية تركز، وخاصة في المرحلة القادمة إن شاء الله، على البحث العلمي كأساس للتعلم. شكرا سعادة الوزير. وأظن الآن بإمكاننا نشكر مرة أخرى المتحدثين في هذه الجلسة. شكرا لكم جميعا على مشاركاتكم القيمة وعلى حضوركم واستماعكم السادة في الجمهور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.